نروح بقى مع حضراتكم على لجنة المسابقات باتحاد الكرة اللي قررت إقامة جميع المباريات المتبقية من عمر الدوري لفريقي الأهلي والزمالك في نفس التوقيت. يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش والزمالك مع دجلة بكرة إن شاء الله الساعة 9 مساء ضمن منافسات الأسبوع 31. وفي الأسبوع اللي بعده الأسبوع 32 سيلتقي الزمالك مع سيراميكا يوم 20 أغسطس في استاد السويس في 9 مساء على أن يواجه الأهلي نظيره المصري بالإسكندرية في نفس التوقيت. وكمان حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد مباراتي الأهلي والزمالك في الأسبوعين 33 و34 من جدول الدوري، وتقرر أن يلتقي الجونة مع الأهلي في الأسبوع 33 في تمام الساعة 9 مساء يوم 24 من أغسطس الجاري، بينما يلتقي الزمالك نظيره الإنتاج الحربي في نفس الموعد بالتحديد. وفي الجولة 34 هيلتقي الأهلي مع أسوان يوم 27 أغسطس الجاري الساعة 9 مساء، وسيواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي في نفس الموعد. كويس جدا.